وتعالوا نبتدي نسمع أسئلتنا ونتشارك معكم كمال مجلس العلم، ونسمع أول سؤال من الأستاذ حنفي من الأليوبية. أستاذ حنفي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبصحة وبسلام، ربنا يخليك. أنا ليا أمنية وسؤال ودعاء. ثلاثة، يبقى أمنية وسؤال ودعاء، اتفضل. أمنيتي إن سعادتك السنة دي ترفع عليك خدة وقفة عرفات. يا رب. أنا دي أمنيتي، وأسلم على سعادتك، دي أمنيتي يا رب. السؤال، أنا مطلع مراتي بقالي 10 سنين، عندي 4 رجالة، 2 ما شاء الله متجوزين و2 مش متجوزين. بعد قد إيه جواز؟ بعد قد إيه جواز عشان أعرف بس سنهم كام؟ لا، معدين 30. طيب قول لي بقى، هل ادفع لهم زكاه هو ومراتي؟ هم عايشين معاك ولا مش عايشين معاك؟ عايشين، بس هم لوحدهم وانا لوحدي. هم لوحدهم وهم لوحدك، يعني ايه؟ هم بيصرفوا على نفسهم وانت بتصرف على نفسك، ولا ايه اللي بيحصل؟ بس انتوا عايشين في بيت واحد؟ شقه واحده. شقه واحده، بس هم كبروا بيصرفوا على نفسهم. ومخصمني وهم وامهم. خلي مخصمني دي على جنب، لكن هم بيصرفوا على نفسهم. ها، بيصرفوا على ما مش عارف عنهم. عشان انا واخد على خاطري. شوف، انت اتمنيت لي امنيه حلوه ازاي، وانا اتمنى لك امنيه حلوه ان انت تبتدي تشاركهم، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. ما تمد ايدك يا حاج. حاضر يا حاج. حاضر يا دكتور. وادعي لك اهو، يا رب. حاضر. يا رب وفق الحاج حنفي. الدعاء مش لهم هم، بعد اذنك. استنى، طيب انا بدعي لك انت دلوقتي. يا رب وفق. طيب. الحاج حنفي الى اصلاح ذات البين، والنهارده تبقى ليله سعاده وهنا، ويرجع وترجع المحبه والموده بينه وبين اولاده ان شاء الله. الا هي ما غابتش ان شاء الله. بس الدعاء اللي انا عايزك تدعولي عشان دعاء جميل كده لمستر محمد حنفي ابو مازن واحمد ومروان وسياده المستشار احمد حنفي ابو بده والودي. طيب، ربنا ان شاء الله يفتح عليهم. دول مخليني باشا. طيب، ربنا يفتح عليهم ويبارك لك فيهم ويزيد عليهم ويوسع ارزاقهم ويبارك لك، وان شاء الله يجعلهم في خير حال، ويرزقهم رزق الابرار ان شاء الله، وينور قلوبهم، ويجعلكم دايما في اسره سعيده، في هنا وفي رحمه وفي موده وبركه على الدوام يا رب العالمين.